تمام. طيب احنا المفروض النهارده يعني هنتكلم عن جزء مهم جدا جدا، وسؤال دايما بنتساله كتير، وسؤال دايما في ناس كتير بتساله لي، اللي هو انا ببتدي لسه في المجال ومش عارف ابتدي منين، او انا واخد كورس ومش عارف المفروض الكورس ده بعد ما خدته مش عارف اطبق ازاي، او اكمل المراحل اللي جايه ايه، او ان انا المفروض ان انا واخد شير شويه في المجال وبدات اعمل كذا حاجه مختلفه عن بعضها، بس مش عارف اجمع الدنيا مع بعضها، مش عارف المفروض ان انا كده دلوقتي ايه، او المفروض اعمل ايه، او الدنيا بالنسبه لي هتمشي ازاي. تمام. فدي كده كلها، دي كده كلها نقط المفروض ان هي بالنسبه لنا فيها مشاكل. يعني ناس كتير كده بتتكلم عندها ان في مشكله دايما في النقطه دي، او ان هم دايما عندهم مشكله في نقطه معينه، ان هم مش عارفين يحطوا نفسهم على اول الطريق، مش عارفين يحطوا نفسهم في الطريق فين في الاول، او الدنيا بالنسبه لهم لسه مش عارفين يحددوا طريقه شغلهم في المجال. تمام. طيب خلينا كده نتكلم كده في نقطه مهمه جدا جدا، وهو المفروض انا اعمل ايه، يعني انا اعمل ايه، المفروض ان انا لسه في المجال والمفروض ان انا مش عارف امشي صح، ولا انا ماشي غلط، ولا ايه بالظبط. طيب خلينا كده ناخد الموضوع من الاول، خلينا ناخد الموضوع من الاول، والناس اللي موجوده معانا لو هي لو هي محتاجه فعلا تطلع باستفاده من الموضوع، فاحنا محتاجين الاول ان انت تجيب ورقه وقلم كده وتتابع معايا البروسيس اللي هقول لك عليها، وتفهم بالظبط ايه اللي المفروض تمشي عليه علشان تمشي كويس، يعني ايه اللي المفروض اللي انت تعمله علشان تمشي بشكل كويس في المجال، والموضوع بالنسبه لك يمشي بشكل مظبوط، وتقدر ان انت فعلا تبني لنفسك كارير بشكل كويس. الكلام اللي هيتقال فيه جزء كبير جدا جدا محتاجك تفهمه، لانه هيوفر عليك وقت كبير جدا، هيوفر عليك وقت كبير جدا في مستقبلك، او في مرحله السيرش عن نفسك، او في مرحله السيرش عن ان انت في المجال وتايه، فتره التوهان في المجال، بدل ما انت مثلا هتبقى تايه لمده سنه، انت هتبقى تايه 6 شهور، لو انت تايه لمده 6 شهور انت هتبقى تايه فتره اقل. فاي ثينك ان انت فعلا بعد ما تسمع الكلام ده هتلاقي الدنيا معاك مختلفه. اول حاجه لازم تعملها وانت بتشتغل كده في المجال، او انت بتحدد دنيتك لسه في المجال، اول حاجه محتاج ان انت اول حاجه تحط اوبجكتيف. اول حاجه تحط اوبجكتيف، يعني ايه تحط اوبجكتيف؟ يعني تحدد لنفسك كده، انا هشتغل في المجال ده ليه، او انا محتاج اتعلم في المجال ده ليه، او انا هفهم في المجال ده ليه. هل عشان انا عندي بروجكت، والبروجكت اللي انا هعمله ده او المشروع اللي انا هعمله محتاج اسوق له، فانا محتاج افهم تسويق، ولا انا اصلا عندي اوبجكتيف ان انا اشتغل في المجال؟ طب هل شغلي في المجال ده هدف؟ لا، شغلك في المجال مش هدف، شغلك في المجال دي وسيله عشان توصلك لهدف. فما ينفعش ان انا اقول ان انا محتاج اتعلم ماركتنج عشان اشتغل في الماركتنج، او ما ينفعش ان انا اقول انا محتاج اتعلم ماركتنج عشان محتاج ان انا اكمل في مجال الماركتنج واشتغل عليه، لا مش هينفع. هو انت لازم تحط لنفسك اوبجكتيف في المجال، يعني ايه؟ والله انا محتاج اشتغل في المجال عشان اوصل بعد 3 سنين اكون مثلا متخصص في جزء معين في المجال، او بعد 3 سنين اكون انا واخد شريحه معينه ومعايا عدد عملاء، وببتدي اخدم الناس في التسويق عشان انا بحب المهنه دي، محتاج ان انا اكون متالق فيها بشكل كبير. طيب هل الاوبجكتيف اللي انت هتحددها لازم أن تبقى حاجه انت حاططها في دماغك بقى بس؟ لا، انت محتاج ان انت تحط الاوبجكتيف بتاعتك وانت حاطط في دماغك كده وقت معين توصل له، ويكون هدف محدد. يعني مثلا انا محتاج بعد ان انا اكون متخصص مثلا في مجال مثلا او في تخصص مثلا الكونتنت مثلا، بما انه اشهر حاجه دلوقتي في الماركتنج. حلو. طيب انت محتاج بقى تحط وقت، انت هتبقى متخصص امتى، او انت بعد فتره قد ايه هتكون متخصص في الجزء ده، او كمان وقت قد ايه هتكون انت حد متخصص في المجال وبالنسبه لك الدنيا تمام. لازم تكون حاطط وقت. طيب بعد ما بتحط وقت بتقول والله انا في خلال الوقت ده محتاج ان انا
اشتغل على نفسي في نقطه والثانيه والثالثه والرابعه. طيب فاحنا خلينا كده فاهمين، اول نقطه لازم افهم الهدف بتاعي ايه. طب عشان اقدر احدد الهدف بشكل كويس لازم اعرف يعني ايه ماركتنج اصلا، لازم اعرف يعني ايه ماركتنج اصلا. طيب وايه يعني ايه الديجيتال ماركتنج؟ يعني ايه ماركتنج؟ يعني ايه ديجيتال ماركتنج؟ يعني ايه سوشيال ميديا ماركتنج؟ وتحديدا اللعبه دي بتمشي ازاي؟ طيب ايه الفرق ما بين الماركتنج والديجيتال ماركتنج؟ طب هل الديجيتال جزء من الماركتنج ولا الديجيتال منفصل عن الماركتنج؟ طب هل كل جزء منهم هو حاجه مختصه بنفسه ولا الاثنين لهم علاقه ببعض؟ طب هل مثلا الجزء بتاع البلان، لما انا اجي اعمل بلان ده جزء من جزء من شغل الديجيتال ماركتنج ولا ده ملوش علاقه بالديجيتال ماركتنج؟ طيب لما انا هبتدي اشتغل على جزء مثلا في الكونتنت، هل في الكونتنت انا محتاج اكون فاهم ماركتنج ولا لا انا خلاص فاهم كونتنت خلاص؟ طيب خلينا كده نحط كده بقى الاسئله دي كلها واللخبطه دي كلها في نقط محدده. حط كده الاسئله دي كلها في نقط كده محدده. اول حاجه عشان تشتغل في المجال لازم من الاول تكون فاهم البيزكس اوف ماركتنج، تكون فاهم البيزكس اوف ماركتنج. يعني ايه؟ يعني تكون فاهم يعني ايه تسويق. تسويق يعني ايه؟ يعني هو باختصار همزه الوصل او النقطه اللي ما بين احتياجات الناس وما بين شركات بتلبي احتياجات الناس دي. يعني انا دلوقتي شركه بقدم خدمه او 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 منتج، وانا عميل او شخص عادي من الاشخاص اللي عايشين في اي حته عادي جدا وعندي احتياج معين، فبلاقي حد بيلبي لي الاحتياج ده. طب عشان اوصل للاحتياج ده لازم يكون في ماركتنج عشان يبين لي ان في فعلا الاحتياج بتاعي ليه سد او ليه حد يقدر يقدمه لي. طيب تعالى كده نفهم ده كده ايه جزء الماركتنج بشكل بسيط جدا من غير ما نخش في تفاصيل كامله. لازم تفهم تفاصيل الماركتنج. طيب تفاصيل الماركتنج يعني ايه، او البيزكس ماركتنج او اساسيات الماركتنج؟ يعني ازاي اعمل ماركتنج صح، ازاي ادرس العملاء، ازاي ادرس السوق، ازاي ادرس المنافسين، ازاي ادرس المنتجات، ازاي افهم الشريحه السوقيه، ازاي احط ميزانيه تسويق، ازاي اشتغل على تحليل الماركت اللي انا فيه، ازاي اعمل ماركتنج ريسيرش، ازاي ان انا اشتغل على الماركت اورينتد او ان انا افتتح سوق جديد ليا او ادخل سوق جديد، ازاي ان انا اشتغل على الاجزاء بتاعه التسويق جوه الاورجنايزيشنز نفسها. يعني فهمي لطبيعه التسويق جوه الشركات، التسويق جوه الشركات ماشي ازاي، وطبيعته جوه الشركات بتمشي ازاي، وتنظيم التسويق جوه الشركات ماشي ازاي، ازاي افهم طبيعه التسويق والفرق ما بين التسويق الدولي وما بين التسويق المحلي. يعني انا دلوقتي لو انا بسوق لدوله او بسوق لمنتج دولي اللي هو بيتباع في كذا دوله، او منتج محلي بيتباع بس جوه الدوله دي، طب التفاصيل بتاعه البرودكشن الانتاج ومعايير الانتاج اللي تلبي احتياجات الناس والحاجات دي كلها وتفاصيل الماركتنج. طيب تفاصيل الماركتنج دي عشان اعرفها يبقى اول حاجه خلينا كده نكتب، حدد لنفسك اوبجكتيف، حدد لنفسك هدف معين، وبعد ما تحدد لنفسك هدف ابتدي ذاكر تفاصيل الماركتنج واعرف الماركتنج اصلا معناه ايه وكل البيزكس اوف ماركتنج. وخلاص فهمت الجزء بتاع الماركتنج والتفاصيل بتاعه الماركتنج، ابتدي بقى خلاص انت عرفت اساسيات الماركتنج، ابتدي اشتغل في تخصصات او اعرف التخصصات وابتدي اشتغل على تخصص منه. تمام. طيب خلينا كده نفصل الماركتنج كاستراكشر عشان تبقى انت فاهم الماركتنج كاستراكشر. لو انا دلوقتي رحت خدت كورس سوشيال ميديا او كورس انستجرام او كورس فيسبوك ادز او كورس اعلانات جوجل او كورس كونتنت كريشن، طيب انت دلوقتي علشان تشتغل في الكونتنت انت محتاج تفهم الناس اللي انت بتكلمهم وتفهم طبيعتهم وتفهم طبيعه البيزنس اللي انت هتشتغل عليه او الاوبجكتيف بتاعتك. طب الحاجات دي هتفهمها منين؟ تفهمها من الماركتنج عشان تطلع كونتنت صح. طب انت هتشتغل ايه؟ ادز، او هتشتغل فيسبوك ادز او اعلانات او ما الى ذلك.
يبقى انت المفروض هتعمل ايه؟ لازم تدرس العملاء وتحدد التارجت اودينس بتوعك وتفهم البودجت الاعلانات بتاعتك معاك كام، والمفروض تجيب منهم كام وحده تبيعها، واليونتس اللي انت هتبيعها دي المفروض تجيب لك عدد مبيعات كام، والمبيعات دي هيبقى فيها فلوس كام طالعه لك صافي ربح. الحاجات دي كلها شغل ماركتنج. طيب خلينا كده نحط ان انت عندك جزئين، جزء استراتيجي وتولز وجزء امبلمنتيشن. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني جزء انت بتبتدي تشتغل عليه كتنفيذ، وجزء انت بتشتغل عليه كتطبيق واستراتيجي او خطط واستراتيجيات. طب الجزء بتاع الاستراتيجي والبلاننج والاناليسيس والخطط دي كلها حاجات عندك موجوده في الجزء بتاع الماركتنج. كل دي حاجات في جزء الماركتنج، كل دي حاجات في جزء الماركتنج. طيب الجزء بقى بتاع الامبلمنتيشن، التنفيذ، عشان تنفذ، لا عشان تنفذ كل دي حاجات يا اما تراديشنال يا اما اونلاين. طيب خلينا كده بوضوح تاني، عشان اشتغل في المجال لازم نشتغل الاول استراتيجي وتولز وبلاننج وما الى ذلك واناليسيس. طيب عشان تعمل الحاجات دي يبقى ايه؟ ماركتنج. طب خلاص انا عرفت الاناليسيس وعرفت الشريحه السوقيه وعرفت الاودينس بتوعي وعرفت المنافسين والقصص دي كلها، طيب يلا بقى عشان نعمل ايه؟ نستهدف الناس دي او نشتغل على الاوبجيكتيف. طب عشان نشتغل على الاوبجيكتيف او الهدف بتاعك، انت محتاج تكون حاطط لنفسك هدف معين، والهدف ده هتنفذه. طب عشان تنفذ يبقى ده مرحله الامبلمنتيشن، مرحله التنفيذ. فمرحله التنفيذ دي بيجي فيها ايه بقى؟ عندك الاونلاين وعندك التراديشنال. التراديشنال زي ايه؟ زي بالظبط كانك بتعمل رولابس او بتعمل بنرات في الشارع او بتعمل يوفط او بتعمل اعلان في الجرايد او بتعمل اعلانات في محلات، بروشورز بتوزعها، فلايرز بتوزعها، كروت وما الى ذلك. دي حاجات ملموسه. طيب الجزء بقى بتاع الاونلاين، الجزء بتاع الاونلاين، جزء الاونلاين انت بتشتغل بقى تنفيذ اللي هو الاعلانات والمحتوى والحاجات دي، ده جزء تنفيذ اونلاين للاستراتيجيه اللي انت حطيتها في التسويق. جزء تنفيذ اونلاين للاستراتيجيه اللي انت حطيتها في التسويق، تمام؟ ده جزء التنفيذ الاونلاين للجزء اللي انت حطيته في الاستراتيجي بتاعك. طيب يبقى احنا كده فاهمين ان مجال الماركتنج انت ما ينفعش تخش تاخد كورس السوشيال ميديا دايركت، ما ينفعش تخش تاخد كورس فيسبوك ادز، ما ينفعش تخش تاخد كورس SEO دايركت. تمام، انت لازم تفهم البيزكس اوف ماركتنج، اساسيات التسويق عشان تعرف تنفذ. تمام، لازم تفهم اساسيات التسويق علشان تعرف تنفذ. طيب انت دلوقتي خلاص فهمت اساسيات التسويق او عارف البيزكس بتاعت التسويق، خلاص يبقى انت هتعرف تنفذ. طب انت خدت دلوقتي كورس اونلاين، حلو، خدت كورس اونلاين والمفروض هتنفذ. طب هتدرس العملاء والماركت شير والمنافسين بتوعك والقصص دي كلها ازاي؟ تمام، فده الفرق ما بين ده وما بين ده. تمام، ده الجزء بتاع او الفيرست ستيب بتاعتك. طيب حد عنده سؤال في الجزء بتاع الخطوه الاولانيه دي؟ ممكن نشوف الشات ونشوف الناس. محمد عندك سؤال؟ فتحت المايك. طيب تمام، هيك الشات مفهوش. اوكي تمام، يبقى انت علشان تشتغل في المجال لازم تحدد اوبجيكتيف، بعد الاوبجيكتيف تبتدي تفهم الماركتنج، بعد كده تحدد الجزء اللي انت ايه هتشتغل عليه. طيب الجزء الثاني بتاعك او الجزء الثاني اللي انت المفروض هتشتغل عليه اللي هو انت ازاي تطلع نفسك بقى من البيزكس بتاعت الماركتنج، من البيزكس بتاعت الماركتنج ل التخصص بقى، يبقى انا متخصص في الجزء ده. اول حاجه لازم تبتدي في تخصص معين، لازم تبتدي في تخصص معين. تمام، يعني ايه لازم تبتدي في تخصص معين؟
انا دلوقتي تمام، الناس بعت عايشه كل شيء تمام. اوكي تمام. طيب لازم أن تبتدي في جزء معين. يعني ايه مثلا؟ انا والله فاهم كل اساسيات الماركتنج وكل حاجه، ببتدي اقرا عن تخصصات في المجال وابتدي اشوف كل تخصص بيعمل ايه. يعني انا دلوقتي عندنا في التخصصات تخصصات مختلفه او تخصصات كتير، هقولها لكم دلوقتي وهنخش فيها كل تخصص بيعمل ايه دلوقتي. وبعد ما تفهم كل تخصص او بعد ما تفهم تفاصيل التخصصات دي، بتبتدي تشوف البوزيشنز بتاعه التخصصات دي بتمشي ازاي. والله انا دلوقتي عرفت ان في تخصصات مختلفه، من ضمنهم تخصص الاي سي او. طب الاي سي او ده بيعمل ايه؟ البوزيشنز بتاعته ايه؟ التفاصيل بتاعته ايه؟ انا دلوقتي بفهم اي سي او وشغال اي سي او كويس جدا. طب بعد كده بعمل ايه؟ بمسك مواقع كامله اي كوميرس، بمسك كبوزيشن اعلى عشان افهم، لازم افهم شغل بشكل كامل لمراحل مراحل الشغل على الاي سي او فيما بعد كمراحل متطوره، والاي سي او على المواقع الدوليه وما الى ذلك. طب والله انا بعد كده المفروض اعلى، ابقى ايه؟ ابقى ماسك ويب سايتس ادمنستريشن اجماليا، وماسك مواقع كامله بشكل اجمالي كمجموعات مواقع لمجموعه شركات ببتدي انا احركها تمام. دي التفاصيل بتعرف البوزيشن. طب انا دلوقتي والله شغال كونتنت، حلو، شغال كونتنت كريتور، حلو. الكونتنت كريشن ده خلاص انا بدات اعمل كونتنت وشغال فيه وبعرف اعمل كونتنت. طب بعد كده المفروض اعمل ايه؟ والله انت لازم تبقى انت بعد كده تدخل كليدر لشركه كبيره بتشتغل وبتدير مجموعه ناس شغاله على كونتنت. لا والله انا بعد كده المفروض عايز ابتدي ان انا اشتغل على نفسي، وان انا امسك مثلا مجموعه اكونتات كونتنت لاشخاص مختلفه. طب اعرف ده ازاي البوزيشنز دي؟ ببتدي وانا بسيرش ابتدي اشوف كل تخصص من دول، خلاص فهمت بيعمل ايه، المفروض البوزيشنز بتاعت التخصصات دي ماشيه ازاي، وكل تخصص بيمشي ازاي، لحد ما ابقى الاقي نفسي ده البوزيشنز اللي انا المفروض امشي فيها في التخصص ده. طيب مع كده ايه بقى الجزء الثالث او المرحله الثالثه؟ ان انا ابتدي اشتغل على التشانلز، القنوات التسويقيه التابعه لكل قناه او التابعه لكل تخصص. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي شغال كونتنت، حلو. طب لما هكتب كونتنت على تويتر غير لما اكتب كونتنت على انستجرام، غير لما اكتب كونتنت على فيسبوك، غير لما اكتب كونتنت على ويب سايت وما الى ذلك. طب والله انا هشتغل اي سي او، طب لما اشتغل اي سي او لموقع دولي غير لما اشتغل اي سي او لمواقع محليه او لوكال. خلاص انا عرفت التشانلز ايه بتاعه الكل دي. طيب انا دلوقتي عندي الايميل ماركتنج، حلو. يبقى الايميل ماركتنج التشانل بتاعته ايميل ماركتنج وتولز معينه زي مثلا ميتشيب او ايا كان تمام. يبقى اعرف كل تخصص بيودي على فين، كل تخصص المفروض بيوديني على فين. طيب يبقى انا علشان اكون فاهم بشكل كويس جدا جدا التخصص اللي انا داخله، بعرف ايه اللي تشانل او ايه القنوات اللي بتشتغل عليها التخصص ده، وافهم التخصص ده بيعمل ايه، والمفروض الكواليفيكيشن او المواصفات بتاعه الشخص اللي هيشتغل في التخصص ده، والبوزيشنز او مراحل الترقيات او مراحل الوصول جوه المجال تمام. بعد كده ببتدي امسك تخصص تخصص وتست نفسي فيه، هل انا التخصص ده بالنسبه لي فيه تمام وعندي فيه شغف؟ اوكي. ما عنديش فيه شغف او انا في التخصص ده مش احسن حاجه، خلاص ببتدي بعد كده اشوف تخصص تاني وابتدي اتست نفسي في اكتر من بوزيشن، في اكتر من تخصص، لحد ما الاقي نفسي في تخصص معين مع فهمي لاساسيات الماركتنج، مع فهمي لاساسيات الماركتنج. حلو. يبقى انا لازم انا احط لنفسي اوبجيكتيف، انا المفروض هدخل المجال ده ليه. بعد ما بحط لنفسي اوبجيكتيف ببتدي افهم اساسيات التسويق وكل المحاور بتاعه التسويق كبيزكس، وكل الانفورميشن بتاعه اساسيات التسويق زي ما قلنا البلاننج والاستراتيجي ودراسه السوق ودراسه العملاء ودراسه المنافسين
واستراتيجيات الشركات وطريقه الشغل بتاعت الماركتنج جوه الشركات والبراندنج وما الى ذلك ومراحل البراندنج وازاي تبني براند والقصص دي كلها. تمام. وبعد كده بتعرف تخصص وتبتدي تست نفسك فيه، وقبل ما تخش في التخصص ده بتعرف التخصص ده المفروض بيعمل ايه، وتسيرش عنه بشكل كويس وتفهم التخصص ده وتشوف اكزامبلز عليه وتشوف البوزيشنز او مراحل البوزيشنز بتاعته وتشوف الشانلز او القنوات التسويقيه اللي المفروض تطبق عليها. تمام. طيب خلاص انت فهمت الاجزاء دي كلها، بتبتدي تشوف التخصص ده اقرب فرصه تطبق فيها لنفسك. يعني لو انا دلوقتي في الاي سي او انا محتاج اطبق مثلا، طب هستنى بقى انترنشيب او استنى حد يدخلني معاه او استنى ان انا ادخل في اي، لا انت مش هتعمل كل ده، انت هتبتدي تشوف مواقع بلوجر وتبتدي تطبق مع نفسك، هتبتدي تشوف ويب سايتس تعمل لها كيسز وتبتدي تشتغل عليها، هتبتدي تشوف تيم شغال بشكل فعلي وتسبورت معاهم وتقول لهم انا هدخل معاكم في الجزء ده حتى لو بمقابل قليل او بمبلغ بسيط، او تشوف ستارت اب وتشتغل عليه. مفيش كل ده، تشوف حد من الناس اللي انت تعرفها فاتح شركه او بيشتغل في شركه او فاتح نفس ستارت اب او بيبيع منتجات، بيعمل منتجات في البيت ويبيعها وما الى ذلك، تبتدي تشتغل. زي مثلا لو انت هتشتغل كونتنت، وانا اعرف مثلا حد جارنا، حد صاحبي، حد تبع حد تاني بيعمل منتجات مثلا في البيت ويبيعها، ما ده محتاج يسوق، خلاص انا هشتغل لك تسويق والمكسب اللي هيجي بالنص. تمام. تبتدي تشغل نفسك، ما تستناش انترنشيب، تبتدي تنزل تطبق فيه، والله اعلم هل لما هتنزل تطبق فيه هتطبق فيه بشكل فعلي وهتستفيد منه بشكل كامل، ولا اللي هيكون بيتابع معاك التطبيق بتاعك مش هيديك كل المعلومه الكامله. تمام. فدي المراحل المفروض بتمشي عليها وتشتغل عليها لو انت لسه في البدايه وبتخش في المجال. طيب ايه بقى التخصصات بتاعت التسويق او التخصصات المفروض احنا بنشتغل عليها في التسويق؟ ممكن تشتغل اديتور او مودريشن، الاثنين مصطلح واحد لمهنه واحده، اللي انت تبتدي ترد على الكومنتس والمسج، وده ينفع جدا للطلبه، الكومنتس والمسج والفولو اب بتاعت الكلاينتس على السوشيال ميديا، وفي الاخر بتاع اخر الشهر تطلع كاستمر فيدباك او تطلع تقرير عن العملاء وردود افعالهم والمسجات والكومنتس بتاعتهم والاجزاء دي كلها. طيب عندك بعد كده حاجه ثانيه مثلا زي الكونتنت كريتور، شغلك في الكونتنت، انت شغلانتك ان انت بتبني كونتنت، بتبني بيه براند. تمام. فدي ده تخصص. تخصص ثاني الميديا باير او بتاع الادفرتايزنج، بتاع الاعلانات، شغلانته ان هو بيعمل اعلانات وبيشتغل ادز لمجموعه شركات او لشركه معينه. جزء البلانر او البلاننج، بيبتدي يشتغل، هو بيحط استراتيجيات وبيحط بلاننج للشركات بعد ما بيخلص او بعد ما بياخد خبره لوقت معين في الشركات. طيب عندك مثلا بتاع الماركتنج ريسيرش، تمام، ده شغلانته بيشتغل في شركات ريسيرش، شركات مخصصه لابحاث السوق او للماركت ريسيرش، ويبتدي يشتغل مع ماركت ريسيرش او ماركتنج ريسيرش وتجميع داتا وبيانات عملاء وما الى ذلك. طيب بعد كده عندك الاي سي او، تهيئه محركات البحث او السيرش انجن اوبتمايزيشن، ده شغلانته ان هو بيهيئ الويب سايت انه يظهر في الصفحه الاولى من جوجل. طيب بعد كده عندك شغل الافيليت ماركتنج، بتجيب منتجات وبعد ما بتجيب منتجات بتبتدي ان انت تبيعها، تمام، او بتبيع منتجات من على مواقع معينه. طيب الدروب شوبينج نفس القصه، عندك الايميل ماركتنج، ده تخصص مختلف تماما، بيشتغل ايميل ماركتنج، مجال برضه واسع جدا مش زي ما الناس فاكراه هو بس مجال صغير، لا بيشتغل ايميل ماركتنج، بيبعت ايميلز للشركات باعداد كبيره بتولز مختلفه. بابليك ريليشنز، زي مثلا بتوع الشركات مثلا بيبقى عنده، هو بيشتغل بي تو بي، عنده مثلا مصنع بيطلع حاجه تخدم الشركات، فبيبقى عنده بي ار بيتعامل مع العملاء. طب عندك الداتا اناليسز،
الشغل بتاعي الداتا اناليسز، ناس شغاله على الاناليسز للداتا واستخراج منها بيانات. عندك البراندنج، بيبقى في حد شغال براند مانجر بيشتغل على كل حاجه تخص البراند ده، من الهويه بتاعته والتريد مارك والتفاصيل بتاعته، كل دي تخصصات. طيب انت معاك البيزكس في ماركتنج واساسيات التسويق، بعد كده بتبتدي تست في اي جزء من دول وتبتدي تشتغل على جزء من دول. طيب ايه الفرق ما بين الديجيتال والتراديشنال؟ تمام، خلينا كده نسال كده بعض الناس بما انه عشان كده ناخد ايه كذا حد. خلينا مثلا نشوف محمد سعيد. محمد شوف كده، محمد موجود سامعني؟ طيب منى، الديجيتال ماركتنج بيقول سبيسيفيك اكتر، يعني انت بتقدر تحدد تعرف يعني تتارجت ناس باهتمامات معينه بحاجات معينه، وبيكون تكلفته برضو اقل من التراديشنال ماركتنج. تمام، بص هي اجابتك يعني حقيقي اصلا ان انت دخلت وجاوبتي، بس الديجيتال والتراديشنال الفرق ما بين ده وما بين ده ايه؟ ان التراديشنال هو اي اعلان او اي تسويق على حاجه مش ديجيتال، على حاجه مش زي اللابتوب، مش زي الموبايل، مش اي حاجه مالهاش علاقه بالاونلاين، اي حاجه مالهاش علاقه بالانترنت. تمام، يعني الجورنال ده تراديشنال، المجلات ده تراديشنال، الفلاير او الرولابس او البروشور او الورق الصغير اللي بيتوزع مثلا، ده تراديشنال. اعلانات اليوفط واللي في المحلات واليوفط والبنرات اللي في الشارع وما الى ذلك، ده تراديشنال. طيب الديجيتال، اي حاجه ديجيتال، اي حاجه ديجيتال مش ملموسه، يعني زي ما قلنا الويب سايت، السوشيال ميديا كلها، الجوجل اعلانات جوجل، اي اعلان بيجي لك، اي اعلان بيجي لك على بلاتفورم ديجيتال، اي حاجه ديجيتال، اي اعلان يجي على الموبايل. تمام، اي حاجه تبع اي حاجه تبع الاونلاين كموبايل مثلا، اي ابلكيشنز، كل ده ديجيتال. تمام، فالفرق ما بين التراديشنال، تمام، ان هو اي حاجه ملموسه، تمام، والديجيتال هي اي حاجه ديجيتال. تمام، طيب ايه الافضل فيهم، الديجيتال ولا التراديشنال؟ خلينا نشوف كده مين تاني. نرمين، تمام، انا الافضل فيهم مش عارفة، يعني هو ممكن يكون برضو على حسب الجمهور اللي احنا بنخاطبه. يعني في جمهور مثلا ممكن يكون ملوش في الديجيتال قوي، وعامة يعني الديجيتال ده له اي حاجة متعلقة بالتكنولوجيا، فيعني انا شايفه ان هي ممكن تتقاس على حسب الجمهور بتاعنا. يعني في جمهور ممكن احنا نكون بنخاطبه هو مش متعلق بالديجيتال قوي، فهنا هيبقى الجانب التراديشنال هيبقى بالنسبه له افضل. لكن ده برضو يعني ما يخلناش نتجاهل ان برضو الديجيتال له فوائد تانية في حاجات كتير، ان مثلا التكلفه بتبقى قليله، بيبقى لما بنيجي مثلا نقيس النتائج يعني بيبقى في دقه في النتائج. يعني مثلا لما بعمل اعلان بيقول لي مين اللي شاف الاعلان ده والرياكشنز عليه كانت ايه، والنتائج بتبقى بسرعه، خلاف مثلا لو انا عملت اعلان يوفط مثلا او فلايرز بوزعها او حاجه زي كده بيبقى رد الفعل بعدها بيجي وقت طويل. لكن ديجيتال بيبقى يعني الموضوع اصعب، اسهل، والتكلفه اقل، وفي نفس الوقت يعني ما بياخدش وقت طويل في النتائج، وبوصل برضو لفئة كبيرة من الناس. بس يعني أساس إن أنا أقول أنهي الأفضل، أعتقد إن دي بتبقى على حسب الجمهور اللي أنا هخاطبه، لأن أنا مثلا ممكن أخاطب ناس كبار في السن ممكن الحاجات اللي هي الديجيتال دي ما تبقاش ماشية معاهم قوي، فهضطر أستعمل مثلا وسائل تانية. حلو جدا، يعني كلامك كله صح جدا، هو على حسب التارجت اودينس بتوعي. تمام، على حسب التارجت اودينس بتوعي، هل هم موجودين بروفيشنال ولا هل هم موجودين ديجيتال. بس بناخد كده نوت على جنب او حاجه على جنب، ان الديجيتال مصاريفه اقل او تكلفته اقل، لكن وكمان مقياسه اسهل. يعني انا اقدر اعرف كم حد شاف الاعلان، اقدر اعرف كم حد من اللي شاف الاعلان مهتم،
كم اعرف اقدر اعرف كم حد من شاف الاعلان ومهتم اشترى واقدر احسب النسب دي كلها. طيب في التراديشنال ما اقدرش احسب ده بشكل كمبيوتري، ما اقدرش اشوف كم حد عدى وشاف اليافطه، ما اقدرش اشوف كم عربيه عدت على الكوبري وشافت الاعلان متعلق، تمام؟ فهو على حسب التارجت اودينس، تمام؟ لكن كنوت كده على جنب، الديجيتال ارخص، تمام؟ وفي نفس الوقت اسرع. يعني ممكن اعمل اعلان لكندا، اعمل اعلان استهدف بيه المانيا، اعمل اعلان استهدف بيه جنوب افريقيا، تمام؟ فعلى حسب الاعلان اقدر استهدف بيه مين، في نفس الوقت ارخص بكتير، في نفس الوقت اقدر احسب النتائج، تمام؟ لكن هو فعلا على حسب التارجت اودينس، ممكن يكون الاودينس زي ما انت قلت مش موجودين على الاونلاين، تمام؟ وممكن الاودينس، تمام، يكونوا مش موجودين كتراديشنال او مش هيقدروا، هم موجودين اونلاين بشكل اكبر. طيب ايه الفرق ما بين الماركتنج والسيلز بيزد اون على، في سؤال جاي، الفرق ما بين الماركتنج والسيلز؟ بص، الفرق ما بين الماركتنج والسيلز، الماركتنج هو بيستهدف الناس الانترستد ب ببرودكت معين ويبتدي يشجعه على انه ياخد اكشن علشان يتحرك يشتري ده، تمام؟ طيب بعد ما اتحرك عشان يشتري، بيبتدي السيلز هو اللي بيقفل معاه بقيه الخطوات بتاعه الشراء. طيب السيلز بيبتدي من بعد اقتناع العميل بالمنتج ومن بعد انتاج المنتج، تمام؟ يعني انا كبتاع سيلز ما اقدرش اشتغل ومفيش منتج موجود، تمام؟ مفيش منتج، انا هبيع ايه؟ تمام؟ ما اقدرش اشتغل ومفيش حد مهتم بالمنتج، مفيش حد مهتم بالمنتج ده اصلا، انا هبيعه ازاي؟ تمام؟ طيب الماركتنج بيبتدي من اول فكره المنتج نفسه، بيبتدي من مع فكره المنتج، نشوف في عملاء اصلا مهتميه منتج زي ده ولا لا؟ هل لما انا طلعت المنتج ايه السلوجان اللي احطه عليه والكلام اللي احطه عليه يشد العملاء؟ هل لما انا ابتدي طلعت المنتج ابتدي استهدف بيه نفس العملاء دي؟ فالماركتنج بيبتدي مع قيد المنتج لحد ما المنتج يتباع، السيلز يبتدي مع بدايه خروج المنتج، تمام؟ ويبتدي مع العميل من بعد ما يكون انترستد، ومرحله السيلز فينال او ان هو بينهي ياخد قراره في بياخد قراره في البيع، تمام؟ او ان هو بياخد قرار خلاص هيشتري، تمام؟ يعني مثلا لو انا مثلا ببيع اجهزه كهربائيه، حلو؟ رحت مثلا زي مثلا الرنين مثلا، هو بيقول النهارده في مثلا عروض اليوم الواحد على مثلا غسالات وثلاجات ومش عارف ايه، خلاص هو ده شغل الماركتنج. عرف الناس اللي محتاجه غسالات وثلاجات وما الى ذلك ان في اوفر، عشان هم بيحبوا الاوفر واللعب على الكاستمر بيهيفير، وقال لهم ان هنا في اوفر. طيب خلاص هو عامل انترستد ومهتم جدا وراح، خلاص انا بتاع الماركتنج مهمتي وقفت هنا، خلاص الناس دخلت. بتاع السيلز بقى ليه ان هو يخليه ياخد الديسيشن وياخد الاكشن ويبتدي يشتغل، يعني بتاع السيلز بيشتغل مع الاكشن، بتاع السيلز بيشتغل مع الاكشن، بتاع الماركتنج بيشتغل من قبل ما الكلاينت، بيبتدي من قبل حتى البرودكت، بيبتدي من ساعه ما البتاع من ساعه ما الكاستمر نفسه او الشخص نفسه يحس بان هو محتاج حاجه، تمام؟ انا لو بتاع ماركتنج بدات اشوف ان حد محتاج حاجه، ببتدي ان انا اشتغل عليها، ان انا ابتدي ابتكر منتج بطريقه معينه اقدر اسوقها للناس دي، تمام؟ ده الفرق ما بين ده وبين ده، خلاص؟ يبقى خلاص احنا فهمنا الفرق ما بين ده وما بين ده، وما بين التراديشنال وما بين الاونلاين، ومرحله ان انت لازم تفهم الجزء بتاع ان انت تفهم ماركتنج الاول، وبعد كده تفهم الجزء بتاع الديجيتال. شفنا التخصصات بتاعه الماركتنج والقصص دي كلها. طيب الجزء بقى اللي بعد كده، مرحله الاكسبيرينس، مرحله الكوردينيتور دي في الاول خالص بتبتدي ان انت تشتغل عليها وانت لسه بتست نفسك، انت دلوقتي لسه بتست نفسك، بتشتغل كوردينيتور، بتشتغل شويه مع بتاع كونتنت، بتشتغل شويه مع بتاع ادز، تبتدي تست نفسك في الاي سي او، تبتدي تست نفسك في الايميل ماركتنج، تبتدي تست نفسك في الكوبي رايتنج،
بتبتدي تست نفسك في البلاننج، بتبتدي لسه بتجرب في كل حاجه، لسه بتست نفسك في كل حاجه. ماكسيمم التوهان بتاعك ده ماكسيمم بكتير جدا سنتين، وسنتين ده اعلى حاجه انت تلاقي نفسك ان انت تايه فيها. يعني انت لو قعدت تجرب في المجال ده لسه ما قعدناش، انت مبدأ مني من اول 5 دقايق. هو في حد تقريبا فاتح المايك ماشي، ما انا معاك اهو. طيب هل انا يعني البدايه بتاعته سنتين، البدايه بتاعته سنتين، يعني انت علشان تبتدي في المجال تمام معاك سنتين ماكسيمم، تكتشف سنتين كتير معاك، تبتدي كوردينيتور نفسه بتبتدي تيست في كل جزء في المجال. طيب بعد كده انت اشتغلت لمده سنتين في مجال معين، خلاص انا بتبقى لك سنتين بعد ما عملت تيست نفسك وما الى ذلك، بقى لك سنتين شغال في المجال في تخصص الاي سي او، فخلاص انت تخصصك اي سي او، يبقى انت كده بتاع اس اي او، انت كده شغال في مجال الاي سي او. حلو. طيب انت خلاص بقى لك سنتين وخدت سنتين اكسبيرينس وبقيت متخصص وفاهم جدا كل حاجه في الجزء الاي سي او، عندك 4 سنين تبتدي ان انت تشتغل عليهم على نفسك علشان تكون في مرحله كبيره، وعندك كم اكسبيرينس مع المانجمنت سكيلز، مع اللي تقدر تدير تيم، وتقدر ان انت يكون لما يكون معاك تيم تقدر تجاوبهم على كل الاسئله بتاعتهم وتقدر تفيدهم بشكل كبير. خلاص انت بقيت في مرحله المانجر، تقدر تليد تيم، تبقى انت عندك كليدر تقدر تدير تيم بشكل كبير. طيب بعد كده تبتدي ان انت بعد 7 سنين كمان تبتدي ان انت تكون دايركتور، تقدر تدير شركات كبيره بمجموعه براندز كبيره مختلفه، تقدر تديرهم كلهم في الجزء بتاع الماركتنج، تبتدي ان انت تشتغل عليهم بشكل كبير. بعد كده تبتدي بقى في ترقيات مختلفه، فايس بريزنت وما الى ذلك، وتبتدي تطلع في جزء الترقيات دي. ده الافريج، لكنه مش ال 100% اللي ممكن يحصل. يعني ممكن تاخد اكسبيرينس تبقى سبيشالست في سنتين ثلاثه، ممكن تبقى مانجر بعد 8 سنين، ممكن تبقى دايركتور بعد 12 سنه وما الى ذلك. فانت مش محتاج تمشي بيها 100%، بس محتاج ان انت تبقى ماشي في المجال، فاهم انت ماشي ازاي، فاهم ماشي في بروسس معينه، قادر تفهم نفسك انت ماشي في المجال ده بخطوات ثابته ازاي. تمام. فما تروحش تذاكر سوشيال ميديا، ما تروحش تذاكر فيسبوك. طيب نفترض احنا صحينا الصبح لقينا قرار حكومي مثلا بمنع موقع فيسبوك مثلا في البلد، خلاص انت شغلك وقف، حالك وقف، كل حاجه، ده مش مجال ماركتنج ده. تمام. طيب انا نفترض انت شغال في جزء معين مثلا في الكونتنت، طب انت عشان تكتب كونتنت هتكتبه لناس معينه فويس توم معينه بطريقه معينه، فانت لازم تدرس الباير بيرسونا بتاعت الناس دي. فبص كده انت هتلاقي نفسك رجعت للماركتنج، هتلاقي نفسك بتدرس الفويس توم بتاع الناس دي والبيهيفير بتاعتهم وطريقتهم عشان تقدر تتارجتهم بشكل صح. خلاص انت بدات ترجع لاساسيات الماركتنج، فما تاخدش حتت في الماركتنج تدعم بيها نفسك في حته في شغلك، في حين انت محتاج اصلا البيزكس او الاساسيات بتاعت الماركتنج بشكل كامل عشان تقدر تشتغل. تمام. طيب كل الاجزاء دي مهمه، ودي كلها مراحل لازم تمشي عليها، ما ينفعش تروح تاخد كورس سوشيال ميديا دايركت وانت ما عندكش بيزكس. عشان كده دايما دايما في الكورسز اللي بديها او الكورسز اللي بنشتغل عليها لازم بيكون في انترفيو مع الشخص قبل ما يخش الكورس. هل هو عنده البيزكس اللي لما يخش الكورس ويخش الدبلومه هيبقى فاهم اللي الكلام اللي بيتقال، ولا هيخش هيبقى فيه كلام فاهمه وكلام مش فاهمه فيخرج ما يعرفش يطبق فخلاص يضيع. تمام. فانت لازم تاسس نفسك في الكورس، انت لازم تفهم ماركتنج، بعد ما تفهم ماركتنج تبتدي تجرب وتست نفسك في اكتر من مجال. بعد ما عملت تيست لنفسك وشفت انت كويس في انهي جزء ومش كويس في انهي جزء، وايه الجزء اللي حابه والجزء اللي انت مش حابه، الجزء اللي انت محتاج تشتغل عليه بشكل كبير، والجزء اللي انت لا انا لما اشتغلت في الجزء ده لقيت ان انا مش قادر ادي فيه، انا ما عنديش قابليه ان انا اقعد اكتب، خلاص انت مش تكتب، مش شغال كونتنت. انا بحب جزء التكنيكال وبحب الجزء بتاع الاي سي او واطلع في الرانك وانزل في الرانك واشتغل، خلاص يبقى انت ده جزء. تمام. فانت لازم انت تفهم البيزكس بتاعت الماركتنج وكده، تست نفسك في اكتر من مكان، وبعد كده تبتدي
تشتغل وتابديت نفسك. طيب الدنيا هنا بتمشي ازاي؟ لازم تخصص نفسك في مجال، لازم تخصص نفسك في مجال. انت خلاص عرفت اساسيات الماركتنج، تبتدي تخصص نفسك في مجال. انت بقيت متخصص في الاي سي او، انا متخصص في الكونتنت، انا متخصص في الميديا باير، انا متخصص في الايميل ماركتنج، انا متخصص في الافليت ماركتنج، متخصص في الاي كوميرس، متخصص وما الى ذلك. انت اخترت تخصص بناء على التيست بتاعك لاكثر من مجال وبتشتغل عليه. بعد كده ابتدي شغل نفسك في كل البلاتفورمز اللي المفروض انت تطبق عليها. انا بشتغل كونتنت، خلاص انا اعرف اكتب كونتنت لاي حد على اي بلاتفورم. ببتدي اشتغل اي سي او، خلاص انا اعرف اشتغل اي سي او لاي موقع ووردبريس، موقع ايا كان هو ايه الموقع، خلاص انا هعرف اشتغل عليه. لا والله انا خلاص انت بديت متخصص وفاهم كل الشانل، ببتدي بقى تعلى في البوزيشن واحده واحده. فالكونفرميشن بتاعك هنا هي في الثري بروسيس دي. تخصص نفسك في حته، تشتغل على كل البلاتفورمز او الشانلز اللي موجوده للتخصص ده، بعد كده تبوزيشن نفسك. انا بقالي ثلاث سنين شغال كونتنت كريشن وبشتغل على كل بلاتفورم، وبقدر ان انا اشتغل على اي كونتنت لاي براند. خلاص ببتدي بقى تعلى بالبوزيشن، لا انا سبيشالست، انا حد مانجر، وبتبتدي تعلى. تمام، مع فهمك وابديتك لنفسك في المجال، مع فهمك وابديتك لنفسك وانت بتابديت نفسك في المجال. تمام، فدي المراحل ودي البروسيس اللي المفروض تمشي عليها والخطوات اللي المفروض تمشيها والتقسيمه بتاعت المجال. زي ما قلنا انت بتشتغل استراتيجي واناليسيس وبلاننج، وبعد كده بتروح لجزء الامبلمنتيشن بتاع بتروح لجزء الامبلمنتيشن بتاع الماركتنج، وتبتدي تشتغل عليه بشكل محدد وشكل مناسب. تمام، حد عنده سؤال تاني في الجزء ده بتاع ازاي ابتدي في مجال الماركتنج؟ قلنا البروسيس والخطوات اللي المفروض تمشيها والتخصصات اللي المفروض تتشوز منها والقصص دي كلها. حد عنده فيها اي سؤال؟ استاذ محمود انا عندي سؤال ادفانسد شويه، بس ممكن اسال حضرتك امتى؟ هقول لك على حاجه، ابعته لي. طب على انت عارف الايميل؟ طيب لا للاسف. هبعت لك الايميل، واي حد عنده اي سؤال في اي حاجه في اي وقت ابعته على الايميل ده، عشان ده اسرع حاجه. بس هو مش هينفع اعمل، لان هو كيس يعني، وبعدين يعني الموضوع متشعب وفي تفاصيل كتير جدا، ومحتاجه ده محتاجه يعني اقل حاجه مكالمه ساعه مثلا. لا هقول لك على حاجه. طيب ابعت لي على الماسنجر. طيب وانت اسمك ايه؟ طيب احمد ابو عيطه. احمد ايه؟ ابو عيطه. طيب مش خلاص، ابعت لي طبعا الماسنجر يا احمد ونصف البي ام. ماشي خلاص اوكي تمام ماشي. مين تاني عنده حد تاني عنده سؤال؟ معلش، هو انا لسه داخله الميتنج، معلش انا ما جمعتش كده. ايه؟ انا لسه داخله الميتنج وما جمعتش البتاع قبل ما يجي، فممكن اوفر فيو سريع؟ اوكي مفيش مشكله. تمام، طيب حد تاني طبعا عنده سؤال قبل ما نريفيو على الـ على الـ على الـ اللي احنا اتكلمنا فيه؟ طيب خلينا كده، اللي عنده سؤال يبعته في الشات عبال ما ريفيو تاني، مفيش اي مشكله. طيب بص دلوقتي احنا محتاجين نبتدي في المجال. انت دلوقتي محتاجه تبتدي في المجال، صح؟ اول حاجه لازم تحطي اوبجكتيف لنفسك. تمام، لازم تحطي اوبجكتيف لنفسك. اوبجكتيف يعني انا هدف، انا محتاجه ادخل المجال ده واشتغل فيه علشان محتاج اوصل لبوزيشن فيه، عشان محتاج اخدم على البيزنس بتاعي، عشان انا حبيت المجال ومحتاج اشتغل فيه وده الكارير اللي قدامي وانا حاطه في مستقبلي. طيب محتاج توصل فيه لفين، وامتى توصل للاوبجكتيف اللي انت حاططه؟ دي اهم حاجه. طيب بعد كده ببتدي اشتغل على اساسيات الماركتنج نفسه. اساسيات الماركت لازم افهم ماركتنج الاصلي، يعني ايه دراسه سوق، يعني ايه دخول السوق، يعني ايه دراسه عملاء، المنافسين، المنتجات،
مراحل البرودكشن، الماركتنج موديلز كلها، المرحله ايه الفرق ما بين التراديشنال والتنفيذ عليه، الفرق ما بين التسويق الدولي والتسويق المحلي، وكل التفاصيل بتاعه الموضوع. حلو، عشان لما اجي ادخل الديجيتال يبقى مرحله الديجيتال دي بالنسبه لي هي امبلمنتيشن، تنفيذ على اساسيات الموضوع. تمام، طيب لما اجي في مرحله الامبلمنتيشن هاجي انفذ، لازم بنفذ على حاجه من الاثنين، يا اونلاين زي فيسبوك وانستغرام ويوتيوب وما الى ذلك كل الشانل دي، يا اما تراديشنال. تراديشنال اللي هو اي حاجه اوف لاين زي الجورنال، زي المجله، زي البروشور، زي الكارد، زي المطبوعات والكلام ده كله. تمام، طيب انا دلوقتي دخلت المجال وحطيت لنفسي اوبجكتيف وعرفت اساسيات الماركتنج والبيزكس اوف ماركتنج وذاكرتها كويس جدا جدا جدا. تمام، حلو، المفروض اعمل ايه بقى؟ ببتدي اشوف التخصصات جوه المجال عامله ازاي، التخصصات جوه المجال. والله ده انا عندي ميديا باير بتاع الاعلانات، عندي كونتنت ده اللي بيكتب المحتوى، عندي تخصص الاي سي او، ببتدي اتست نفسي في كل تخصص، ابتدي اتست نفسي في كل تخصص لحد ما اوصل لجزء معين او تخصص معين انا لاقي نفسي فيه وبعرف اطبق فيه وانا معايا اساسيات الماركتنج. حلو، وبعد كده باخد خلاص خلصت انا حددت نفسي سبيشالست في اي جزء، ببتدي اشتغل على الشانلز او البلاتفورمز او القنوات كلها. يعني بتاع كونتنت اقدر اكتب كونتنت على فيسبوك، على انستغرام، على ايا كان طبيعه البلاتفورم اللي هنكتب عليها، واعمل كونتنت كامبين. تمام، طيب انا ببتدي ان انا دلوقتي عايز او كونتنت بلان، عايز دلوقتي انا متخصص في الاس اي او، خلاص انا تخصصت في الاس اي او، المفروض اشتغل على مواقع معينه ايا كان المواقع ايه هي، وابتدي احدد نفسي فيها وابتدي اشتغل عليها بشكل كويس. طيب خلاص انا بقيت متخصص في حته معينه وعرفت طرق تنفيذها على كل البلاتفورم، ببتدي احدد البوزيشنز بتاعتي، والله انا بقيت متخصص خلاص وفاهم كل حاجه في المجال، انا عايز في خلال السنه الجايه، خلال السنه الجايه اكون حاطط نفسي في بوزيشن معين، ان انا سبيشالست او انا تيم ليدر او انا مانجر او انا ايا كان، ببتدي اشتغل على نفسي واطور من نفسي لحد ما اوصل للبوزيشن، ومع الوقت ابتدي اطور من نفسي لحد ما اوصل لكل تراك بحطها لنفسي او كل هدف بحط لنفسي في المجال. تمام كده، وصلت لك الفكره؟ ده باختصار كل اللي احنا قلناه، والمفروض ان هي هتنزل على اليوتيوب لو انت حبيت ترجع لها من الاول خالص، ترجع لكل اللي احنا قلناه او التفاصيل اللي احنا قلناها كلها. تمام، تمام، شكرا جدا، عفوا، هرجع. تمام، اوكي، حد تاني عنده سؤال؟ تمام، حسين انت قول، انت رفعت ايدك، قول. السلام عليكم. بالنسبه بيجي عميل بيكون عاوز موقع وعاوز يمسك له حد الصفحه وعاوز كونتنت كرييتور كده، اقول له انا سبيشاليست في حاجه معينه او اشتغل له كل شيء؟ لا، بتبتدي في الحاله دي تجمع تيم معاك، زي ما انت مثلا شغال كونتنت بس في حد تاني هو متخصص اس اي او، بتبتدي تجمع تيم معاك بتثق فيهم وبيثقوا فيك، وتبتدوا تبنوا شغل مع بعضكم. طب حضرتك محتاج الاجزاء دي؟ خلاص يا حسين، انا معايا عميل ومحتاج حد معايا يكون كونتنت، والبودجت او العائد من العميل ده هيتقسم علينا، ومعانا هو محتاج ويب سايت، خلاص نبتدي نقعد مع بعض نتفق على طريقه الشغل والاستراتيجي اللي المفروض هيمشي عليه، ونبتدي نمشي مع الكلاينت الاخر، ما اقولوش لا انا بتاع كونتنت بس والكلام ده كله، لان العميل مش هيروح لك ويروح لحد تاني وحد تالت ويرجع دماغه بالموضوع ده، واحد عايز يتعامل مع واحد دايركت يخلص له القصه كلها. وفي الاساس لازم تكون معاك البيزكس اوف ماركتنج، عشان كده كنا لسه بنقول من شويه لازم نكون دارسين اساسيات التسويق. تمام، ف علشان كده لازم يكون انت معاك الاساسيات وتجمع بقيه التيم معاك. لو في حاجه في الكلام اللي انا قلته كلغه مصريه بالنسبه لك مش مفهومه قول لي. لا انا فاهمك كويس، شكرا. عفوا، تمام، حد تاني عنده سؤال؟
باشمهندس محمود اسمح لي بس بإضافة، لأن الجزئية ديت يعني في ناس كتير بتبقى يعني مش عارفة إنها تنفذها كويس، في ناس بتحس إن الكلام ده كله كبير وكلام يعني صعب تنفيذه وكلام يعني تخين وكلام من ده، وبناء عليه تلاقي عقله بيقول له إن هو يعني إيه إن هو يقعد يسوف، فاهم إزاي؟ طب أنا هتتعلم منين وإزاي وتفضل بقى دماغه تودي وتجيب وتفضل على كده أسبوع اتنين تلاتة أربعة ومفيش أي جديد. فيعني لو أي حد مقرر ان هو يشتغل او مقرر ان هو يتعلم، فهو المفروض يعني يخلص الميتنج ده ويبدا يشوف يعني المصادر اللي هو يبدا يتعلم منها، ويبدا ان هو يبدا من دلوقتي. هتلاقي نفسك حتى لو انت بدات غلط بعد يومين ثلاثه اربعه خمسه، حتى لو انت بدات في سكه غلط او مشيت في سكه غلط، فانت عرفت حتى ان السكه دي غلط وتعلمت من السكه اللي انت فيها دي، واكيد انك طلعت بمعلومه. يعني تكلفة انك تمشي في سكة غلط اعلى من يعني اقل بكتير جدا من تكلفة انك تكون ما مشيتش اساسا. فهمت قصدي؟ صح جدا، صح جدا، انت كلامك صح. وبناء على ده هقول لك على نقط معينه لازم تشوف لو انت هتبتدي في المجال عندك طرق مختلفه. اول حاجه ان انت تذاكر سيلف ستادي، يعني تبتدي تعمل سيرش وتبتدي تذاكر بورقه وقلم ومعاك اللابتوب بتاعك بالانترنت بتاعك، وتبتدي تسيرش وتكتب وتذاكر وتسيرش وتكتب وتذاكر. وبالمناسبه دي الطريقه اللي انا بديت فيها من 10 سنين، تمام؟ ودي الطريقه اللي انا اتعلمت بيها وفهمت بيها وذاكرت بيها وخلصت بيها الدبلومات، خلصت بيها كل حاجه، طريقه السيلف ستادي، تمام؟ لو انا من 10 سنين كنت قلت نفس الكلام ده كان زماني دلوقتي ما بعملش اي حاجه. دي حاجه. حاجه تانيه، عندك الطريق التاني ان انت تبتدي في مجموعه كورسز تكون متلائمه مع بعضها، تمام؟ تكون متلائمه مع بعضها. يعني ايه متلائمه مع بعضها؟ يعني ما تروحش مثلا تاخد تخصص معين تبتدي تشتغل عليه وانت مش عارف اساسيات التسويق، تبتدي تاخد كورس مثلا عن الفيسبوك ادز وانت مش عارف الاساسيات بتاعتها او المفروض الخطوات بتاعتها الاول، تمام؟ فلازم تفهم ان انت تذاكر التسويق وبعد كده تشوف التخصصات، وبناء على التخصصات لو انت على حسب التخصص تشتغل على البلاتفورم. طيب خلاص انت فهمت انت المفروض هتاخد ايه وتبتدي في كورسات وحد يساعدك وتذاكر وتبتدي تطبق، ماشي. طيب غير الكورسز ان انت تتابع مع مينيتور، تتابع مع مينيتور حد يكون فاهم في المجال بشكل كويس جدا جدا، وتبتدي تتابع معاه تقول له والله انا دلوقتي بذاكر واحد اثنين ثلاثه، انا دلوقتي عندي سؤال في حته وقفت فيها، انا دلوقتي مش عارف الحته دي هل اكمل فيها ولا اسيبها وادخل على حته تانيه، وتبتدي تتابع معاك، تمام؟ والنقطه دي احنا بنقوم بيها. يعني انت ممكن لو انت حد فكر منكم ان هو يذاكر سيلف ستادي ويتابع مع نفسه، ممكن يبعت على الميل زي ما كنت لسه بقول لحد، يبعت على الميل وهنقول له انا عندي مشكله حلها كذا، طب انا عندي سؤال حله كذا، طب انا عندي حته مش عارف اطبقها، طبقها في الحته الفلانيه او مع كذا، وهتلاقي كل الاجابات. فاللي بيسعى هيلاقي نفسه ربنا بيفتح له كل الابواب وبيكمل، تمام؟ فبس هو الفكره في السعي وان الناس لا تيأس، تمام؟ ولو شفت حد بيقول لك معلومه وحسيت ان كل دي معلومات انا لا، المعلومات دي مثلا انا بقولها لك مش النهارده ولا من امبارح ولا من اول ولا من اول ولا من اول ولا من سنه ولا من سنتين ولا من ثلاثه ولا حتى من اربعه، المعلومه دي بتبقى من 10 سنين، تمام؟ مذاكره من 10 سنين مكملين، حد تاني من 6 سنين، حد تاني سنه. فالناس دي بدأت برضه زيك بس هم كملوا ما وقفوش، فضلوا مكملين، تمام؟ كل يوم لازم تضيف لنفسك حاجه. انا اول حد دلوقتي كل يوم بضيف لنفسي معلومه، تمام؟ لحد دلوقتي وقفت وترام كده وكل ما عرفت ترام انا كده. فمحدش يقف، محدش يكسل. احيانا هو بيجي لنا احباط، احيانا بيجي لنا كسل، احيانا بيجي لنا زهق، احيانا، بس انت لازم تعوض نفسك وتكافئها وتعاقبها علشان تقدر تكمل، تمام؟ تدي لنفسك باشن. تبص لو انت عندك حد، عندك باباك يديني باشن ان انا اكمل، عندك اخوك، عندك صاحبك، عندك اي حاجه في الحياه، عندك هدف معين تديك باشن ان انت تكمل، تمام؟ فهي الفكره كلها سعي واجتهاد وصبر، تمام؟ خلاص. طيب الجزئيه الثانيه كنت اقصدها ان انت حتى لو انت اخطات مثلا، حد اخطا وراح اتعلم مثلا الفيسبوك ادز مثلا قبل ما يعرف يعني ايه ماركتنج، فانت هتيجي بعد 3 4 5 ايام هتلاقي نفسك انا كنت المفروض اتعلم خلاص، انت مرحله بس انت اوريدي خدت معلومه او اوريدي حتى بس مشيت غلط بس استفدت. انت كان عندك كتاب، الكتاب ده 10 فصول، حلو؟ انت ذاكرت الفصل السابع وعندك 6 فصول المفروض تذاكرهم الاول،
خلاص هات الاول والثاني والثالث، لما تيجي عند السابع هتلاقي نفسك مش محتاج، خلاص بقيت اكسبرت فيها وبقيت فاهم فيها، هتعملها سكيب وتعدي. فانت مفيش حاجه، مفيش معلومه بتاخدها سواء في الماركتنج او غير الماركتنج او في اي حته ما مش بتفيدك، محدش بياخد معلومه ما بتفيدوش. تمام. طيب في سؤال على الشات بيسال على الدروب شوبينج، يعني ايه الدروب شوبينج؟ الدروب شوبينج هو ان انت بتاخد بضاعه لحسابك، حلو؟ وبعد ما تاخدها لحسابك تبتدي تبيعها وتاخد المكسب ليك على حسب السعر اللي انت عايز تبيع بيه. هو ده كل ما في الدروب شوبينج، بتاخد بضاعه لحسابك وبعد ما تاخدها تبتدي تبيعها وتحط عليها المكسب اللي انت عايزه. الافيليت، طيب الافيليت انت بتاخد بضاعه تمام كصور كاسماء كليسته وتبتدي تبيع منها، بعد ما خلاص بتبيع في عميل على طالب واحده، بتروح ترجع تجيب القطعه من مكانها الاصلي وتروح تديها له بنفس السعر وبتاخد الفرق. يعني مثلا انا دلوقتي ببيع مثلا ساعات مثلا هاند ووتشز، حلو؟ طيب الساعات دي انت دلوقتي انا بقول لك بيع الساعه دي مثلا ب 2000، حلو؟ خلاص؟ فانت رحت عرضتها، بعد ما عرضتها حد عايزها ب 2000، بقول لك خلاص خد الساعه دي اهي اداله ب 2000 وانا حقي 1500 وانت عمولتك 500 جنيه. هي هو ده الافليت. الدروب شوبينج مش هقول لك كده، الدروب شوبينج الساعه دي بكام؟ ب 1500، خد 1500 اهم وادي خد الساعه تمام، بعد ما خدت الساعه تروح تبيعها ب 2000 3 4 100 ما يعيش فيها انا بقى فرحت. ده الفرق ما بين الدروب شوبينج وبين الافليت ماركتنج. تمام شكرا جدا. عفوا جدا. تمام. حد تاني عنده سؤال؟ طيب عموما لو حد تاني عنده سؤال او حد جه في باله سؤال بعد ما قفلنا، في تقريبا حد عنده سؤال. بعد اذنك عندي سؤال. من دلوقتي لو بدرس في ديجيتال ماركت بحاول اعمل بلان ومعايا كورسات وشغال على نفسي، عايز اطبق كل على كل ده ازاي او ايه خطوات مثلا اللي امشي عليها؟ بص اول حاجه يا احمد، انت حدد لنفسك اوبجيكتيف معين. يعني انت دلوقتي بتقول لي انا دلوقتي بدرس في الديجيتال ماركتنج، حلو، لازم انت تبقى محدد انت بتدرس ايه في الديجيتال ماركتنج. مش ينفع الديجيتال ماركتنج كبير جدا تمام، وعايز وبحاول اعمل بلان ومعايا كورسات، كورسات كتير. طب ما انت حدد اوبجيكتيف معينه، يعني انت خد كورسز معينه في حته معينه في الديجيتال عشان تقدر تطبق فيها. طب انت في الديجيتال ماركتنج في تخصص ايه؟ تمام، وعلى حسب التخصص تشوف طريقه التنفيذ او طريقه الامبلمنتيشن تمام اللي تقدر ان انت تشتغل وتطبق عليها علشان تقدر تفيد. يعني مثلا في الديجيتال ماركتنج انت عندك اي سي او وعندك كونتنت وعندك ميديا باير وعندك حاجات كتير. طب انت بتاخد في ايه بالظبط؟ في اي جزء منهم؟ طيب لو انت بتاخد في جزء منهم او بتذاكر في جزء معين منهم، معاك كورس في جزء منهم، على اساس الجزء اللي انت بتاخده ده على اساسه هيبقى فيه طريقه تطبيق معينه. تمام؟ فعلى حسب انت بتاخد انهي جزء في الديجيتال ماركتنج، انهي تخصص في الديجيتال ماركتنج. تمام؟ طيب مين تاني عنده سؤال؟ حد تاني عنده سؤال؟ طيب تمام. عموما لو حد تاني عنده سؤال في اي وقت او في حاجه ممكن يبعت لي على الميل، ممكن ابعت لكم الميل ازاي اعمل لنفسي هيلب فيو. بص على حسب الاوبجيكتيف بتاعتك وبتبني كي بي ايز. تمام، يعني ايه؟ يعني بتحط لنفسك معايير معينه. انا دلوقتي المفروض اشتغل على مثلا ان انا اطور نفسي مثلا في الكونتنت. طب حلو، اطور نفسي في الكونتنت ازاي؟ ان انا ابتدي اتعلم خلال الشهر ده مثلا 5 استراتيجيات مختلفه. طب انا عرفت 3، خلاص هتقدر تشوف نفسك التواصل ازاي وعامل ازاي ورايح فين وطريقك فين والتفاصيل بتاعتك كلها. عرفت ان انت وصلت ل5، خلاص انت قدرت توصل لجزء معين. طب انت دلوقتي لقيت نفسك مثلا واصل مثلا لنقطه معينه، واصل لنقطه محدده، انت واصل لنفسك واصل في نقطة معينة، والنقطة المعينة اللي أنت وصلت لها دي محتاج إن أنت تطور نفسك فيها. خلاص أنا الحتة دي ما كنتش فيها قوي، فأنا محتاج أطور نفسي في الجزء ده. تمام،
انت بتحط لنفسك معايير بالكي بي ايز بارقام عشان تقدر تظبط لنفسك. طيب تمام، الفكره في الدليل اللي امشي عليه، هل في مناهج ثابته؟ بص، ما هو الدليل اللي هتمشي عليه ده في ايه؟ يعني برضو هنحاول نخلي الاسئله سبيسيفيك بحيث ان اقدر اديك الاجابه اللي تفيدك. دلوقتي انت الدليل اللي هتمشي عليه، ما فيش في مجال معين دليل معين تمشي عليه. تمام؟ يعني كل مجال ليه استراتيجيات معينه في التنفيذ. حلو؟ مجال التسويق العقاري غير مجال التسويق الطبي غير مجال التسويق غير الاي كوميرس والتفاصيل دي كلها والقصص دي كلها. طيب انا دلوقتي لو في الكونتنت، هل في حاجات معينه المفروض امشي عليها مثلا في الكونتنت عشان اوصل ان انا ابقى فيه؟ لا، مفيش وصفه معينه. انت الوصفه العامه الاساسيه وبتتفرع منها ادرس ماركتنج زي ما احنا بنقول جزء الماركتنج في الاساس عشان تقدر تبني نفسك، وبعد كده على حسب التخصص نفسه تبني بقى الامبلمنتيشن بتاعتك هتنفذ ازاي، وعلى حسب البلاتفورم نفسها. دي البوينتس العامه. البوينت بقى المتفرعه منها انت وسعيك وطريقه جهدك. يعني مثلا في ناس بتاخد الكورس بعد كده بتعيد عليه سيلف ستادي مع نفسها وبتبتدي تحاول تطبق مع نفسها. في ناس بتاخد الكورس وخلاص انا خدت الكورس وخلاص على كده. في ناس بتاخد الكورس وتطبق على قد ما خدت في الكورس، ما بتدورش على استراتيجيات مختلفه ولا تطور نفسها من حيث النقطه. يعني مثلا جيت قلت لك في استراتيجيه في الكونتنت مثلا معينه او استراتيجيه في الاس اي او بتقول 1 2 3. حلو، طب يعني في استراتيجيات في الكونتنت، طب ما انا ادور مع نفسي على استراتيجيات مختلفه غير اللي في الكورس، وابتدي اسيرش وابتدي ادور وابحث. طب ده واحد. واحد تاني بدا ان هو ياخد ان هو لا هو في الكورس خد الاستراتيجيه دي بدا ينفذها وخلاص. حد تالت خد الاستراتيجيه وركنها في البيت خلاص وخلص الكورس. تمام؟ فما فيش بلان معينه او طريقه معينه انت لازم تمشي عليها عشان تنجح في المجال او تبني نفسك فيه. انت اسعى. تمام؟ يعني احنا كل يوم الصبح بنصحى نلاقي فيه ابديت في المجال. حلو؟ نلاقي فيه ابديت في المجال وتحديثات وحاجات كتير. طيب اهو لو انا بقى قلت لك ده في خريطه ثابته لازم تتعلمها والبروسس، طب والابديتس اللي بتحصل دي انت عبال ما تطور نفسك على الخريطه اللي انا قلت لك وتوصل للاوبجكتيف هيكون حصل كذا تحديث وكذا ابديت في المجال وحاجات اتشالت حاجات اتحطت وانت لسه زي ما انت، وعبال ما توصل يكون الموضوع اصلا اللي انت اتعلمته ده اتلغى. تمام؟ فانت محتاج تابديت نفسك وتسعى بشكل كبير جدا. تمام؟ طيب ايه تاني؟ حد عنده سؤال تاني؟ اوكي، حدش عنده سؤال تاني. طيب تمام، لو حد زي ما قلت لكم عنده سؤال او حد محتاج يسال على حاجه يبعت على الميل. انا كنت هبعت لكم الميل يبعت على الميل وانا هرد عليه سواء سواء هو حد بادئ او محتاج ان هو يشتغل في المجال او محتاج ان هو يكمل في ايا كان السؤال طبيعته ايه او تبع ايه او فين او عن ايه، ابعت لي وانا باذن الله اقدر افيدك. ولو مش هقدر افيدك هقدر يعني ارسلك لحد يقدر يفيدك لو انا مش هقدر افيدك في الموضوع ده باذن الله يعني. تمام؟ بس ده كان موضوع النهارده او دي كانت التفاصيل بتاعت النهارده. لو الناس ما حضرتش من الاول تقدر تتابع على اليوتيوب الحلقه بشكل كامل او كل المرات اللي فاتت. تمام؟ لو انت يعني الناس اللي اول مره تحضر عشان في ناس بتقول ان هي اول مره تحضر، لو اول مره فالقديم كله او الحاجات القديمه كلها موجودة على اليوتيوب. ولو حد عنده أي سؤال يبعت لي على الميل اللي قلت لكم عليه. وإن شاء الله إحنا بنتقابل كل يوم اثنين على كلوب هاوس، وكل يوم جمعة على زوم، على حسب طبعا التوبيك اللي أنتوا بتختاروه أو على حسب التوبيك اللي أنتوا بتتفقوا عليه يعني. وأشوفكم على خير يوم الاثنين ويوم الجمعة. وإن شاء الله إن شاء الله لو حد احتاج اي حاجه يعني انا معاك في اي وقت. وباذن الله اشوفك على خير المره الجايه باذن الله. تصبحوا على خير.